سلام 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 سلام، مرحبا بكم. اليوم معنا كريم، فيديو جديد. سيمو ماجدة معكم. سيمو ماجدة كبا بشعيبية، هكذا مع صحاك وشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. تحويجي عندنا وفي أحسن الأحوال، فيديو جديد في رحنا حنا في أسواق كان زمان هذا سوبر مارشي صغير، ميني مارشي عربي، كيبيع فيه داكشي ديال اي حاجه عندها علاقه بالعرب، كيبيع حتى المنتوجات المغربيه والمنتوجات المغربيه، طواجن، داكشي كله. ما نقول لكم شنو كاين، خصها تخرجوا يبقى سري، تخرجوا من الداخل وغتشوفوا بعينكم داكشي زواون واثمنه مناسبه. ومهم العنوان ديالو كاين في هارلم. ما نطولش عليكم، يلا تفرجوا معنا. شكرا لكم على التعاليق وعلى اللايكات وعلى كنسان. شكرا على التعاليق واللايكات. العائلة كتكبر، العائله ديالنا كتكبر شويه 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 شويه. اليوم كاين كوزي، اليوم واحد الحراره تحت الصفر. من نهار شفتونا وحنا كنقولوا لكم كاين البرد. ومني كنبغي نديروا شي فلوغ كيكون البرد، كيكون البرد وعجاجه. ملي ما كنديروا لا فلوغ راه كلشي الشمس ديال زوونه، يعني راه مخبي لداخل الطوموبيل حيت كاين البرد. احنا غندخلكم دابا، يلا هذيك قلة هذه الطنجيه، ولكن دير لنا شويه كي كنبغي قلة في خاطر مراكش سبعة. خاطر قول لي ها انت الا بغيتي دير الطنجيه. هي الطنجيه حتى ما دايره، خاصو يجي عندنا باش ندير الطنجيه. 5 دولار حتى ما دايره، 5 دولار 14.99. 15 دولار 15 دولار. وهذا عرفتوا هذا؟ لا ما عرفتش. فيه ريحه القطران، هذا هو كيف القطران بلادي ولا عسل بلاد الناس؟ ها هو القطران ديال بلادنا، القطران الامريكان. القطران الامريكان هذا ماشي القطران ديال القطران الامريكان. شوفوا شو اخر كاين هنايا، شنو هذاك؟ الحله ديال مراكش. اليوم الفيديو برعايه مراكش ديال الهجاوه. غنوريكم شنو كاين وشوفوا شنو هذاك اللي تحت. شنو هذاك؟ شوفوا باص الطاوس، هذوك باص الطاوس كبار. هذا شحال الثمن ديالهم؟ 48 دولار. 48 دولار. نسيت هما الطنجيات كبار. صور هما الفور. هذا الطنجيات كبار. كبار. خلاص نقول البهجه يجي عندنا باش نديرو. وهادو طويجنا صغيرين فاش كدار الملحه والكمون وداك الشيء. زوين. باش تعرفوا ان ورا الماء كاينين تقلوا بهم وتجيبوا معاكم. يعني كاين كلشي هنا اللي بغيتيه كاين. طواجن. ديال الفخار القصريات، كاين شي قصريات هنا؟ ها انت ها. باص الطاوس صغير كرين. ها هو راين هكا. شحال الثمن ديالك تواصل طول؟ قداش البرايس هنايا؟ نشوف ها هو 14 دولار. 14 يعني في الحقيقة صراحة ثمن مناسب وصح. هو جايبين لك الحاجة حتى لعندك. أي حاجة بغيتيها عندهم. ها هو الطاوس ديالنا الأصيل. ديال المغربي. هذا الطاوس مغربي. كاس 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 كاس. هو شريتو من عندهم. شنو يانس وتالي دوين؟ يانس صوروا لكم يانس. واي وتالي دوين؟ I'm playing. اوكي. طواجن، غنصور لكم المواد الغذائية اللي كاينين ديال المغرب باش تشوفوا شنو كاين هنايا. كلشي كيجيبوه. يلا. يلا. اشنو هادشي؟ صابون الكف. يبغى تغسل وسخك الطريقه المغربيه. ها هو. وهذا هنايا صابون الطاوس. طاوس. هذه 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 1 2 3 4 5 5 ب 7 دولار. 7 دولار. 5 ديال الصابون الطاوس. ها انتم ها دوف. جونسون ديال الدراري الصغار. تيد. تيد هي. يعني كاين هنايا داكشي ديال المغرب. اجي نوريك حاجه اخرى. هنا فين غتلقى. حنا غادي نشريو من هنا بزاف الحاجات. نيسكافي ديالنا اتاي دي سلطان. الكبير كيدير 19.99. وهذا 10.99. اما احسن هذا هذا اتاي الشابور. الشابور احسن اتاي. لا ولكن كنعقل في المغرب كان عندنا 4011 واقيلا ولا 4011، ولكن الشابور الشابور انا كنت كنشربو بزاف في المغرب. ها هو عندنا هنايا اتاي ديال الشابور احسن اتاي. احسن ديال سلطان. هنا
شنو كاين اخر التوابل هنايا جميع التوابل ها انتما كنور وداكشي ديال دامات البنة واخيرا لقيتها عرفتي هاد المشطه هادي راه هارمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه عرفتي هاد المشطه باش تكون عندك ميريكان راك انت اسعد الناس خذها خذها اه وغادي ناخذها نديرها معاك اغلى الماركات حقيقه واخا شاريها المشطه غاليه ولكن هذه لابد منها هذه كتبرد الغدايد هاد المشطه هي كتبرد الغدايد وزوينه الثمن ديالها بداتي نشوف الثمن ديالها يمكن $2 هيا $3 متحرم ديرها كرون $4 $40 مغربيه $40 مشطه وبنت الحرام علاش ديرها كرون هذه 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 شوفها بابا املا املا كان كيجيبها ليا بابا من الصحراء املا املا الزيت ديال املا كان كيجيبها ليا بابا من الصحراء كنديرها شعري زوينه ولكن دابا ولات مزوره هذا المساند ديال الطفوله ما كاينش لي ماكلاش هذا مع الحليب مع اتاي هيدريس مع صابري هادو المساند الرسمي ديال الطفوله ديالنا حنا دوزنا بهم الطفوله هادو غنديهم معنا هادو جيل 80 وجيل 90 اللي ماكلاش هيرنيس والمشكله دابا هو سميتو هيرنيس وحنا كنقولوا ليه هيرنيس لا كتجن في النطق هيرنيس سهل صعيب سهل بالله هيرنيس هانتوما هيرنيس وصابلي كتشريو باكيه فيها 8 ديال الحبات هادو الحلويات العربيه هادو ديال المشارقه حيت المشارقه كياكلو هما هكا هادشي هادشي معمر باللوز وبالبيستاش وب او الشوكولات هادو كي هادو كيهزوهم تيديهم غيفت كادو الا مشيتي عند شي واحد الا مشيتي عند شي واحد كديها ليه هكا دابا في رمضان عرفتي علاش حطوهم حيت في رمضان تيمشيو للعزايم اللي العرايد العرايد تعيا جي كتجيب الشوكولات حتى هاد كوكيز ديال ماريا يمكن اللي كانت تيقولوا لي هادو سنويه شنو هاديك؟ هادو خمارة ديال الحلوى هادي الفاني وهادي ديال الشكلاط كنقلب على ألزا 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 كانت عندهم هنايا ربما سالات لهم ألزا عرفتي دابا حيت رمضان كتستعمل هادشي بزاف كتستعمل هادشي ديال كندي ألزا عادة ولكن دابا غنضطر ندي هاد الإيديال حيت مكيناش ألزا وكيري كيري كيري السجادات هادي هادي ديال المشارقة جبنة الوالد الزرابي زرابي السجادات اللي بغي يصلي يا مو السجادات ها زعما كلشي كاين يعني ما تحتاجوش تقلو اي حاجه بغيتيها كاينه هذا شوف شوف مراكن هذه الهريسه الهريسه مراكن هات صاص مكتوبه فيها هريساتون هريسه يمكن تشريها هكا يمكن تمشي لهيه تاخذها بالعبار بالعبار مزيانه شنو هو السرديه باش نوريك دابا قفرتيها عشان كنجيو هذا المحل ما تخرجش الا ما ديتيش هادشي ضروري تدير باروك ما يمكنش تبقى بلا ما تشري حتى حاجه هما انواع ديال الهريسات يعني. السمن ولكن ماشي بحال السمن ديالنا انواع الهريسات انواع الهريسات ولكن هذه كتبين فيها مراكن يعني كتكون بحال ديال المغرب حامضه وزوينه صافي شي كاين هنايا سبيسيال ما شي حاجه والكسكسو الشعبيات ديالنا هنا هو الكسكسو ها هو هنايا دابا وليتي تاكل الكسكسو جهه الجهه الاخرى لكن الصفه ديال الشعريه ديال الصفه الصفه ديال الشعريه نشوفوا علاش كيقلب واخيرا شي خطبه عاد ممكن دابا نمشي نخطب عندي معايا القوه ديال السكر هذا قالب مغربي معروف المهم هذا قالب مغربي انتم عارفين السكر هو الحاجه الوحيده كيبيعوا على شكل قالب باش يشوف قالب السكر ديال النمر السكر هذا ديال النمر مغربي 100% اصيلي الثمن ديالو كيسوى $7 يعني انه ديال الكرون ولكن راه كيف ما قلت لكم انا $7 بالنسبه لواحد الميريكاني راه هي 7 دراهم مابقاش تحسب داك الحساب العوج لا راه هذا هو الحساب لا نشوفوا علاش كيقلب واخيرا شي خطبه عاد ممكن دابا نمشي نخطب عندي معايا القوه ديال السكر هذا قالب مغربي معروف المهم هذا قالب مغربي انتم عارفين السكر هو الحاجه الوحيده كيبيعوا على شكل قالب باش يشوف قالب السكر ديال النمر السكر هذا ديال النمر مغربي 100% اصيلي الثمن ديالو كيسوى $7 يعني انه ديال الكرون ولكن راه كيف ما قلت لكم انا $7 بالنسبه لواحد الميريكاني راه هي 7 دراهم
تبقاش تحسب داك الحساب العوج. لا راه هذا هو الحساب. لا شو هذا الزليفات؟ اول مره مغربي هذا الزليف مفركسين واخا هكاك. لا هما حرشين هاد الزواق راه باينه دايرين هنايا الزليفات مع طباطم وانا اللي كيبيعوا كل واحد بوحدو قدك تبسيط بسيط 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 يعني باش تجمع سته. ها هما زليفات مع اللوينات ديالهم زويونين. هنايا الميكات ديال الطبله وهنايا الانواع ديال المخللات الزيتون هكا. هيا هذا الفول شوف الفول الفول مخلل. هذا اختي الكورنب لا القوق. شوفي زيت الزيتون واد سوس هادي بغينا هذا ب 12 دولار. زيت الزيتون واد سوس 12 دولار. هاي واد سوس 12 دولار كاينه هنايا. هذه هي اللي ديال المغرب هي واد سوس. اما هادو الاخرين الحره كاينه ديك الحره الحره ماشي ديال المغرب ماشي ديال المغرب الاخرين ماشي ديال المغرب. شوف هذه الحره هما اللي قلت لكم بغيتي تشري الزيتون شرمال. شنو هذاك؟ سويتينات الزيتون مخلل خضر. غناخذ الزيتون الخضر وواحد الفلاكه وغناخذ الزيتون الكحل. كيعطوك الطاسه كتخلص الطاسه يعني بالعبار بحال فيها يا اما طاسه كبيره يا اما طاسه صغيره. ودابا غناخذ زوين عندهم الزيتون. غناخذ الزيتون الكحل هذا غندير ليه الزعتر في الدار والهريسه باش يولي حار زوين. كتعمر الطاسه نديو الباروك. صافي إيه هنايا دقيق الفينو. هنايا دقيق الفينو تيكون بحال السميده في المغرب. هذا الفينو هو هذا كيكون دقيق الصفر رطب. هنا الدقيق الكامل وهنا السميده الرقيقه. ايوا واخيرا المهم نتمنى يكون عجبكم داكشي شفتو في اللي بغى يجي يتقدى مرحبا. شرينا الهريسه هذاك الشيء ما كاينش في المارشي الاخرين. وبالنسبه للناس كيجيو اش كتنصحيهم الناس كيجيو جداد ما تجيوش متقلين. القرعه راه جايه الشهر الجاي ما تجيوش متقلين. راه كلشي كاين هنايا كلشي موجود. السلعات المغرب راه كتوصل هنا. الطواجن كاينين الماعز كاينين. كيجي مع الجبال ثلاثه ديال البواز كيجي بكوكوط الماعز الطاجين كلشي كاين. راك شفتو الطنجيه كاينه كلشي. ما سهل على كل واحد غير الانسان يجيب غوريقاتك في يديك جيب غوريقاتك وجيب غير داك الشيء اللي لابس وجاتك اللي لابس فوق حوايجك صافي. إلا بغيتي تجيب شي حاجه تقاشر شي حاجه بحال التوابل راه تيكونوا توابل الهنود هنايا بحال ديال المغرب يعني اي حاجه كتكون هنا كلشي موجود. الواحد بلا ما يتقل ويزيد عليه الاوزان ويخلص عليه ويزيد عليه مصاريف حتى يجي هنا ويتعرف على البلاصه اللي جاي ليه هذيك الساعه يولي يعرف شنو خاصو يجيب وشنو ما خاصوش يجيب. فوالا فوالا هذاك الشيء اللي ضروري اللي ضروري اللي ضروري مزيان وبزاف ما كاينش هنا في امريكا. اما الباقيه شفتي داك المشطه اللي شرينا ديال كلشي موجود المشطه ديال المغرب. يلاه تقولين في الختام. ايوا تنقولوا لكم شكرا لكم على اش كهرتي اليوم بشويه فيك الصواب ما فيك لا نقير لا صداع لا بلبله لا والو. دابا كتعطيهم واحد الصوره خائبه خايبه عليا خائبه وعلى الخائبه بالالف كيفاش ديال خائبه واش الالف فوق الالف مقصوره ولا فوق الالف الهمزه على الالياء الهمزه فوق السطر خائبه الهمزه فوق السطر ياك. دابا كيعطيكم واحد الصوره خائبه عليا خائبه واش خائبه واش حتى مربوطه في الاخر ولا حتى مزوطه زعما انا فيا النقير انا ما تنقول ما والو ما تنغوش حتى شي حاجه. الناس كيشهدوا انا ما كنقول والو. الناس غايقولوا في التعاليق غايقولوا واش فيك النقير ولا ما فيكش النقير. انا مؤدبه. ايوا نتمنى ان اعجبكم وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم وشكرا لكم على الحب. وحتى حنايا كنبغيكم بزاف 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 ونشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. ونتمنى طلع الشمس ويسخن الحال باش نخرجوا خلاص. الى اللقاء الى اللقاء وي لاف يو.